كلك الشوزن معاد معاد تحدى الصعاب يا معاد يا معاد تحدى الصعاب يا الله يا معاد يا توهك 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 حط تسزل راس عليه تسزل راس عليه لا قال تعدي بظهره ما يجيك ما لها دخل ما لها دخل تعدي بظهر الناقه ليه وجعان انت تلعب العب على المواصيل عنها اكثر ما كثر عن الحسين حاطنا مواصيل الا اللي العب على ظهر مصور قفل كثر ظهر الناقه يا لل يا وليد وليد والله معلم بس كذا ما ينفع انك تصايب كذا وتزعل وتعصب تدري يا موسى جيتوا احنا من ايوه ايوه ابو ناصر ابو ناصر هات هات اعرف اعرف قول ابو ناصر قول قول يا اخي ايه انت والله زي الالعاب عرفت يا اي انت انا اي والله انه زي الالعاب دي تفره 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 بعدين يطفى اللي قد يسرقوني يسرقوني ما شركتك انت قرأت ملكيته من عامر لي يا اخي مسوي يا فلاح مسوي لي ذويق والله ما ادري الذوق في جهه وعامر بيض الله وجهك يسرقوني ايه بالريف هي يسرقوني اوكي يسرقون بلوم يسرقون اتسرق كل شيء انا من هذا المنبر اشكر 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 الجميل والمبدع محمد سراج الله يبيض وجهك يا ابو سراج ما ابي ابغى انا علمني كيف اقفل الشنطه ثاني يلا ها خذ معي تبنط تاخذ لك سلك انا وش قلت لك امس تريد ما هذا وراك وراك ايوه انتبه تلاقي ظهرك الناقه تهبدك بروح نجيب عير ايش كنت ابغى اقول؟ ايامها يقول يام وليد ضجع على معاذ انه يركب فوق الناقه والله العظيم ما انت بكفو عندي بي عصاك على ناقه بشرك انه مع رجاك كان عنده ضرس العق الواحدة منهم بعدين اصلا الناقه سوى له عمليه امس طلع ضرس العق نسب والله ترى ضرس العق العق عقب ابو ابو سادري سادري خليني اطلع يا اخي سادري طيب خلوني ابي اي شخصي المفروض ما تدرس كذا يعني كذا حركات ليه؟ عشان ينشاف المدير والماركة وكذا طيب الاطراف وين؟ يبونها ترى عامر يبونها كذا هي الجنبية هنا والجعود هنا مسوي يعني مطقمين يعني مسوي مطقمين يا ابن الصحراء لا ايش قصدك؟ هم بالله فصبخه فصل لي خيمه مضيع رايح محل خيام يشتري عنده افتراحه الجماعه كانك تقرا قصه ما ادب يا وليدي يا وليدي جيب ابو ناصر ما يصير ابو ناصر نايم 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 يا وليدي جيب القهوه والشاي والمكسرات صايدين الجو ترسيم اليوم الوطني يا الربع عندنا هنا عروض اليوم الوطني هذا خالق القثيث اللي فيه الله يهداك صبغت صندوق ما صبغت زلفك الله يهداك ما يصير اصلا خايف شفاف طولت الدور تسمع صوت خفيف كذا ما تسمع تخلص بكره لا انا شكلك بعد الضباط طيب الضباط اللي من اول وش وش